جزء من النجاح انه بتوع البحر المتوسط دول نفس الشبه، نفس العجينه، نفس الروح، نفس الطريقه. وواضح جدا بالنسبه لي دلوقتي واحنا بنتكلم، حتى لما كنا بنهزر في الفصل وبوريكوا صورتي لما كنت طويل جدا قوي خالص قوي يعني، لحد ما كابتن نور صدمني. فانه هو في فعلا ود شديد، في محبه حقيقيه حاصله كمان. وهنا هرجع لدكتور محمد الامين. احنا ان شاء الله، انا عندي احساس ان احنا ان شاء الله فعلا هنرجع بذهب من باريس 2024. بس انا دايما ببقى مشغول بمساله كلمة كده يقولك الحلم هو السما. يعني احنا السما بتاعتنا في كرة اليد ايه؟ انا عايز اوصل لانهي تصنيف قريب على مستوى المنتخبات اللي في العالم؟ هو احنا فعلا من افضل 7 منتخبات في العالم، ده حقيقة. انا خطوتي الجاية ان انا ابقى نمرة 2، نمرة 1، نمرة 3، وده جيد او عظيم بالمناسبة يعني. لا هو احنا لما نتكلم حتى بشكل علمي بتقول الفيجن بتاعنا ايه؟ طبعا انا مطلق، احنا لازم نحلم عشان نحقق. احنا بنحلم نكون افضل منتخب في العالم، نحلم. لكن ده لما نيجي تقول بقى اهدافك ورسالتك ايه، عليا ان اشتغل. ده بدون شغل مفيش حاجه من ده هتتحقق. طب شغل، هل هي لاعبين بس؟ لا، لاعبين ومدربين وحكام ومناطق شغل واجهزه فنيه فاهمه شغلها، والا هنكون بنسير شغلنا. يعني مجرد ان احنا جايين لفتره زمنيه نقوم بشغل اللي يمشي به الشغل. يعني الشغل ادينا عملنا، ادينا عملنا ما تنفعش في كره اليد. او ده ما فيش فينا واحد ده مفهومه، ما فهمنا وشغلنا ان احنا بنجتهد لاقصى ما يمكن وباسلوب علمي. يعني اللي بيعمله بره احنا بنعمله هنا. احنا بنحلل الاداء وعندنا مخططين احمال وبنمشي فردي. وعلى فكره مستر باستور مدرب فريد من نوعه في الجزئيه دي. يعني اي مدرب اجنبي بيبقى دايما قدامه بعض الخامات الجاهزه، هو ممكن ما يكونش عملها، لكن عنده منتخب بلد معين فبيشتغل على اقصى ما يمكن عشان يطلع منها افضل ما يمكن في الاداء. هو ما اكتفاش بكده، هو لان نظرته علميه ودقيقه، فاهم هو بيعمل ايه ومحتاج ايه، نزل عمل منتخب بي تيم يماثل المنتخب الاول عشان يواجه بها الاصابات اللي عندنا. يبقى عنده بديل على اساس انه يكتشف خامات قد لا تكون خدت الاهتمام اللي يظهرها. فهو بيبدا ده شغل فردي، يعني شغل غير شغل الجماعي. يمسك لاعب يشوفه، وينجات لوحديهم، باكرايت لوحده، حراس المرمى يشوف ده وده وده وده، بحيث ان هو يلمع لعيبتنا يديهم الرونق الطبيعي بتاعهم. ده بيحصل، ايوه بيحصل. كمان بينزل للشباب والناشئين. يعني عجبوا مثلا حارس مرمى من الناشئين، قال يكون معانا، عيني عليه. فده خد مش مدرب اجنبي، ده كده احنا بنعتبره داخليا ده مدرب وطني يهمه البلد، يهمه ان احنا نصعد ونبحث عن المتميزين ونبحث عن نقاط الضعف اللي هنحاول نحلها تدريبيا. احنا مش لعبه جماعيه بس، هي لعبه كمان فرديه. التدريب في اصله تدريب فردي. طبعا انا بستثمر في كل لاعب طبعا. لا، مفهوم التدريب هي فردي، يعني جمباز، العاب قوه، سباحه، كاراتيه، ده تدريب فردي. اللي انا باخد الاحمال واشوف واستنى النتيجه بناخد بقى التدريب الجماعي هو تدريب في الاصل فردي. يبقى لازم انا اشوف الحته الدقيقه دي حالات كل لاعب على حده، كل لاعب على حده وفي مركزه كمان. وببدا بقى اشتغل معاهم بحيث يكونوا لي في النهايه فريق متجانس. مستر باستور بيعمل كده، عشان كده احنا بنقول ان احنا معاه فتره، اطول فتره ممكنه، واحنا عايزينه يكون معانا.